درس اليوم طريقة إنهاء المشروع. الحين وصلنا إلى نهاية المشروع وحابين نشيل الغرز من على الإبرة، فالطريقة جدا بسيطة وسهلة، اسمها كاست أوف. فإحنا راح نبدأ نسوي أول غرزتين نت نفس ما تعلمنا بالحصص اللي قبل، هذه غرزة وهذه اثنين. بعد ما نسوي هالغرزتين، في بعض المرات متدربات تقدرين تاخذينها بايدك، بس انا راح اوريكم بالابرة. راح ناخذ الخيط بعيد عن الابرة، بعيد عن طرف الابرة بمعنى شنو؟ مو اول واحد، ثاني واحد، وراح اطيحها. يعني شنو؟ يعني اخليها تطيح من على الابرة بهالطريقة. وهذه الغرزة اللي موجودة هني راح تتم موجودة نفس ما هي. راح اخذ خيط هني وحلف، لازم دائما يكون عندنا اثنين غرزة عدلة نت ستيتش، ممكن تكون بيرل، بس حاليا في هذا الباترون كله غرزة عدلة. بعدها راح اخذ الابعاد هني، هذا ابعد واحد، واطيحه. طبعا لاحظوا من الطرق اني انا هذا الخيط اللي هني اشده اساس اتاكد انه ما يطيح، والثاني اطيحه. فهني انا شادتها، امشي للطرف واطيحه، واكمل نفس الطريقة لما أوصل حق آخر غرزة. طبعاً لما أوصل حق آخر غرزة بس راح أشد الخيط وخلاص، راح أوريكم. فالحين حالياً بس قاعدة ألف. لازم دائماً عندنا غرزتين نت، وبعدها أطيح غرزتين، ودائماً أطيح الأبعد. ديروا بالكم أنتوا تطيحون إنها ما تطيح الغرزة الأولى اللي هي أقرب للإبرة. هذه الطريقة على قولتهم يقفلون الشغل. هذه طريقة الكاست اوف. طبعا اهم بالبترونات راح يكتبون لكم كاست اوف. طبعا اهم بالبترونات راح يكتبون لكم كاست اوف نت وايز، يعني عن بطريقة الغرزة العدلة، لان كلها قاعدة اسوي غرزة عدلة نت ستيتش وبعدها اشيلها. الحين وصلنا حق آخر شيء. لاحظوا الحين ما عندي شيء على هالإبرة خلاص. طبعا راح استخدم هالإبرة بس إني أشيل آخر غرزة اللي هي هذه البعيدة، أشد الخيط عشان لا يطيح. وبكذي إحنا خلصنا. شنو أسوي في هذه الغرزة الأخيرة؟ راح أكبر الفتحة بس ما أنتوا شايفين، وأجيب مقص وأقص الخيط هني أو هني ما تفرق، وأشده وبكذي أكون خالصة. لاحظوا الحين هذا المشروع وهذه آخر غرزة. طبعا قطعت الخيط، بس آخذ هذا الفتحة وأشد الخيط، وبكذي نكون خلصنا المشروع. إن شاء الله استمتعتوا معنا درس اليوم. لا تنسون اللايك والسبسكرايب. شكرا لمتابعتكم.